يعني عنده يعني وقوف اكثر من الفترات الطبيعيه، فعليه ان يسوي كونتراكشن او يسوي تنشن اون ذا مسل اوف ذا لور لمبس. فهنا مثل ما حكينا ستريتشنج ذا فينس انكريز ذير كروس سكشن، راح يزيد عدد الكروس سكشن ارياز، بط ذا ليفلت اوف ذا فالف دو نوت انكريز ان سايز، يعني therefore the leaflet of the valve no longer close completely، ما راح تنغلق هاي leaflet of the valve، تبقى مفتوحة، نسميه incompetence. When this develops the pressure in the vein of the leg increase greatly because of the failure of the venous pump. This further increases the size of the vein and finally destroy the function of the valve entirely. هذا كل الحكي اللي حكيناه، ومثل ما تشوفون بهاي الصورة عندنا هذا الشخص عنده varicosity، فما تشوفون انه increase in the size of the vein. وهذا من يصير increase of the size راح يصير عندنا stasis of the vein، يعني البلد ما راح يعني يتحرك بالاتجاه الاعلى لاعلى، راح يصير stasis، وهذا stasis of the blood راح يزود لنا الدايمتر of the vein، وهذا increase of the diameter او increase of the cross section راح يزود او راح يسوي incompetent of the valve، الفالف يبقى مفتوح، الفالف ما راح ينسد وراح يصير stasis of the blood، وهذا من صار stasis راح ينقل الالكترولايت والووتر والفلويد، راح يطلع من الكابيلري ومن الفين راح يروح وين؟ بالانترستيشن تشو، وهذا راح يصير عندنا سويلنج بهالمنطقه هذه، وراح يصير عندهم اوديما بهالمنطقه هذه، وهذه راح تقلل نسبه البلد خلال ربع ساعه الى نص ساعه، راح نسبه البلد بشكل عام تقل من 10 الى 20% خلال ربع الى نص ساعه، وهذه هنا راح يصير عندنا اوديما، وهاي الاوديما بيها مشاكل حتى احتمال يصير عندهم ulcer of the skin necrosis and ulcer of the skin، راح يصير عندنا دمج بالسكن وهاي مضاعفات كلش خطره. Thus the person develop varicose vein، هاي شو نسميها؟ نسميها varicose vein، هاي التوسع بالاورده بالفينس، راح التوسع وهذا الدمج اللي صار عندنا destruction بالفالف يسمونه varicose vein او يسمونه varicosity او يسمونه varicose vein which are characterized by large bulbous protrusion of the vein beneath the skin of the entire leg particularly the lower leg. اذا في هذه الفاريكوز فين اللي انه احنا نشوف انه تعرجات والبروتروجين اوف ذا بلبس بروتروجين اوف ذا فينز. Whenever pupil with varicose vein stand for more than a few minutes، دقائق قصيره للشخص اللي عنده فاريكوزتي، إذا وقف يعني إذا صار عنده توقف أو يعني بريستاندينج بوزيشن فور فيو مينت، ذا فينوس أند كابيلاري بريشر بيكم فيري هاي أند ليك أوف فلويد فروم ذا كابيلاريز كوز كونستانت إديما إن ذا ليك. مثل ما قلنا هذا الفاريكوستي راح يسوي إديما وسويلنج بهالمناطق هاي باللور ليم، وهاي راح يسوي مشاكل لهؤلاء الأشخاص. ذا إديما in turn prevent adequate diffusion of the nutritional material from the capillaries to the muscle and skin cell so that the muscle become painful and weak and the skin frequently become gangrenous and ulcerated. مثل ما حكينا راح يصير جانجرين بالسكن وراح يصير ulceration of the skin، وما عداها ايضا الديفيوجن مال النيوتريشن from the capillary to the cell راح ايضا يتاثر، المصل راح يصير بيها يعني النيوتريشن مالها النيوتريشن اللي واصل للمصل راح يقل، والوست برودكت راح تتجمع داخل المصل، ولهذا المصل راح تكون يعني بينفول. ليش؟ لان الوست برودكت موجود بالمصل ما راح يصير بيه ديفيوجن تو ذا كابيلاري بالشكل المعقول والشكل النورمال، فالمصل راح تكون ويك وتكون المصل بينفول، وايضا السكن ايضا النيوتريشن ما راح يوصل للسكن بشكل مضبوط، وراح يصير عندنا عند هذا الشخص في الالسريشن وغانجرين اوف ذا سكن، وهاي المضاعفات يعني كلش معقده. ببساطه التريتمنت مالها اشرح عن التريتمنت، هو كونتينيوال اليفيشن اوف ذا ليج تو ا ليفل ات ليست از هاي از ذا هارت. فاذا باللايننج بوزيشن عندما الشخص هذا ينام لازم يصير عنده اليفيشن، لازم يسوي اليفيشن اوف ذا ليج بمستوى الهارت او شويه اعلى حتى يعني يسمح برجوع البلد الى الهارت. اثنين تايتنس بايندر، يعني يلبس الجوارب الطبيه الخاصه بالدوالي، تايت بايندرز اون ذا ليج اولسو كان بي اوف كونسترابل اسيستنس ان ذا بريفنتنج ذا ايديما اند ات از سيكولي.
هسه نجي الى موضوع اخر هو المايكرو سيركوليشن بالكابيلاريز. هنا مثل ما تشوفون بهاي الصوره عندنا هذا الكابيلاريز اللي موجود. احنا حكينا على الارتري وحكينا عن الفين، وهسه راح يعني ندخل بموضوع الكابيلاريز اللي هي كلش مهمه، واللي احنا قلنا الليث مالها كلش يكون يعني قصير تقريبا 1 ملي 1 مايكرو 1 مليمتر، والابراد يبقى بيها تقريبا 1 الى 3 يعني تقريبا سكند او 5 سكند. فهنا عندنا the wall of the capillaries are extremely thin constructed of single layer highly permeable endothelial cell. فاذا الكابيلاري السيل مالها او الوول مالها عباره عن single layer. شوفون هاي الكابيلاري اللي موجوده ما بين الارتري وما بين الفين، الكابيلاري الوول مالها متكون من ايش؟ من single layer، طبقه واحده من الخلايا، طبقة واحدة من الخلايا. مثل ما تشوفون هي هذا عبارة عن طبقة واحدة من الخلايا، هي وهذا السيل أو الوول أوف ذا كابيلاري، هو هذا عبارة عن طبقة واحدة خلية واحدة، ويحيط بها هنا بزمة ممبرين، بزمة ممبرين أيضا في الشيء ثن، بس الكابيلاري الوول مالها عبارة عن ون سيل سنجل لاير أوف سيل، هو هذا الوول أوف ذا كابيلاري. ومن هذا يعني من هذا ينطينا انطباع أنه يعني هذا راح يعني يسمح ب diffusion of the or transportation of the electrolyte, water, ions, hormone, enzyme, nutrition through this cell membrane أو نعم cell membrane أو capillary membrane. ومثل ما تشوفون هذا مليء بالبورس القنوات والفتحات اللي موجودة بهذا الممبرين، وأيضا عندنا شانلات موجودة تخترق هذا الكابيلاري ممبرين، وهذا كلش مهم بخصوص the transportation of the nutrition and electrolyte. Therefore, water, cell nutrition and cell excreta can all interchange quickly and easily between the tissue and the circulating blood. ولهذا بناء على هذا السيل ممبرين او هذا الكابيلاري ممبرين راح تكون عمليه نقل مثل ما حكينا الترانسبورتيشن راح تكون سهله between البلد اللي موجود هنا وبتوين ذا الانترستيشال كومبارتمنت اللي موجود اوتسايد اوف ذا كابيلاري. فعمليه نقل الالكترولايت نيوتريشن الواسطة برودكت راح تكون تتم بسهولة عبر هذا السنجل سيل. The peripheral circulation of the whole body has about 10 billion capillaries. فإذا الـ peripheral circulation اللي هي الكابيلاريز تقريبا عندنا 10 بليون كابيلاريز، يعني هذا هالعدد الهائل ليش؟ يعني كلش مهم لأنه راح يصير عندنا عملية transportation of the nutrition and waste product and electrolyte. فإذا عندنا تقريبا 10 بليون كابيلاريز with a total surface area بالبدي estimated to be 500 الى 700 متر مربع. فاذا احنا عندنا 10 بليون كابيلاري، مساحتها سطحيه هاي 10 مليون مساحتها سطحيه تقريبا 500 الى 700 متر مربع. فشوفوا شلون المساحه كلش عظيمه، ليش؟ لانه كلش هاي المساحه كلش مهمه، يعني يتم عن طريقه عمليه الترانسبورتيشن اوف ذا نيوتريشن الكترولايت فلويد ايون اند واست برودكت بتوين ذا بلاد اند ذا انترستيشال فلويد. وهاي المساحه 500 الى 700 قدروها تعادل اباوت 1/8 ذا سيرفيس اريا اوف ذا فوتبول فيلد، تقدر لنا تقريبا 1 على 8 من الساحه مال كره القدم. فاذا ثمن ساحه كره القدم فانه هاي المساحه عظيمه اللي راح يصير بها عمليه الترانسبورتيشن اوف ذا فلويد اند الكترولايت اند نيوتريشن. Indeed, it is rare that any single functional cell of the body is more than 20 to 30 micrometer away from the capillary. وهذا شنو اللي يساعد هاي المساحة وهذا البليون of the capillary؟ أنه هاي السيل اللي هي احنا قلنا هذا عندنا interstitial compartment. بعدين هنا يجينا السيل، السيل of the body. هاي السيل of the body ايش قد تبعد عن هاي الكابيلاري؟ ايش قد تبعد عن هاي الكابيلاري وعن هذا البلد؟ هنا عندنا سيل وهذا عندنا كابيلاري وهذا عندنا هنا انترستيشال كومبارتمنت او تيشيو وعندنا كابيلاري تقريبا 20 الى 30 مايكرومتر، يعني ابعد خليه موجوده بالجسم بالانترستيشال تيشيو ابعد خليه تبعد تقريبا 20 الى 30 مايكرومتر من هاي الكابيلاري. اذا المساحه ما بين هاي السيل وما بين هاي الكابيلاري وول تقريبا 20 الى 30 مايكرومتر، وهاي المسافه كلش يعني مسافة بسيطة ومسافة قصيرة، وهي تساعدنا بعملية الترانسفيوجن. The microcirculation of each organ is organized specifically to serve
that organ need. فاذا يعني توزيع المايكرو سيركيليشن في كل اورجان هي مرتبه في وضع معين حتى تلبي طلبات هذا الاورجان اللي موجود بهذا الجسم وحتى يكون باحسن احواله. Each nutrient artery entering an organ branch 6 الى 8 times before the artery become small enough to be called arteriole. فاذا هذا الارتري من يجي على هذا الاورجان معين مثلا الارتري من يجي على الاورجان خلينا نقول السبلين او الليفر كذا فهذا الارتري راح ينقسم الى 6 الى 8 اقسام يعني يصير بي ديفيجن تقريبا 6 الى 8 هذا الارتري ينقسم حتى يصير عندنا شنو؟ حتى يكون لنا الارتريول اللي هو هذا الارتريول. فاذا هنا عندنا ارتري راح ينقسم اذا دخل بالاورجان راح ينقسم 6 الى 8 برانش حتى يكون لنا ايش؟ الارتريول. هذا هو الارتريول. زين هذا الارتريول الدايمتر ماله تقريبا 10 الى 15 مايكرومتر. الدايمتر ماله يكون 10 الى 15 مايكرومتر. هذا الارتريول يعني بعدين راح ايضا ينقسم 2 الى 5 مرات 2 الى 5 مرات 2 to 5 تايم. هذا الارتريول ايضا راح ينقسم لنا من 2 الى 5 مرات حتى يصير الدايمتر ماله ايش قد؟ حتى يصير الدايمتر ماله 5 الى 9 مايكرومتر. فاذا الصغر بالحجم الدايمتر ماله صغر بالحجم. نهايه الارتريول راح يكون عندنا الكابيلاريز ولكن قبل الكابيلاريز قبل ما يعني هذا الارتريول يعني يدخل الى الكابيلاريز اكو مرحله وسطيه هنا يسمونها ميتا ارتريول. احنا قلنا سابقا الارتري بي ثيك مسل وول البلد فيزلز بالارتري يكون ثيك مسل وول بالارتريول ايضا يكون بي ثيك مسل وول حتى يساعدنا بالكونتراكشن. هنا بالميتا ارتريول هذا المسل وول راح يكون متقطع وعلى شكل مسل فايبر راح مثل ما تشوفون هاي النقاط السوداء راح يكون هي عباره عن مسل فايبر وراح تكون متقطعه هي مسل فايبر متقطعه وهاي المسل فايبر كانما تشتغل هنا كسفنكتر من يصير بها كونتراكشن كانما تشتغل لنا كسفنكتر وهذا السفنكتر يعني يستطيع انه يغلق لنا هذا الارتريول الميتا ارتريول يعني كلوجر او ابستراكشن اوف ذا ارتريول ويقدر انه يصير يسوي دايليشن اوف ذا ارتريول وحتى يعني حتى البلد يمر عبر هذا الميتا ارتريول. فاذا هذه الخاصيه مال المصل وول اللي هي قلنا عباره عن سفنكتر اذا صار بها كونتراكشن راح يسوي لنا ابستراكشن اوف ذا ارتري او اوف ذا ميتا ارتريول اذا صار بها يعني ريلاكسيشن راح يسوي لنا دايليشن of the meta arteriole وهكذا. اذا احنا قلنا الارتري راح يتحول الى ميتا ارتريول بعد ما ينقسم 4 الى 6 الى 8 اقسام. بعدين راح يصير عندنا الارتريول وهذا الارتريول ايضا راح ينقسم الى 2 الى 5 حتى يكون لنا الميتا ارتريول. وبعدين هذا يدخل الى الكابيلاريز حتى يعني يتصل مع الكابيلاريز. The arterioles are highly muscular and their diameter can be changed many fold. فاذا مثل ما قلنا الارتري والارتريول يكون المسل وول مالها يكون سترونج. الميتا ارتريول ذا تيرمينال ارتريول يعني هم نفس يعني هو نهايه الارتريول راح يصير عندنا ميتا ارتريول دو نوت هاف كونتينوس مسكولر وول يعني ما راح تحتوي على الكونتينوس مسكولر كوت وانما راح يصير عندنا متقطع. بط سموث مسل فايبر انسيركل ذا فيزل ات انترميتنت بوينت. فاذا هو راح يصير سموث مسل فايبر وتكون هاي انترميتنت متقطعه يعني مو كونتينوس مسل وول. At a point where each true capillary originate from the meta arteriole, a smooth muscle fiber usually encircle the capillary. فإذا الميتا arteriole من تخلص راح تجينا الكابيلاريز وهذه الكابيلاريز أيضا تحتوي على يعني small muscle fiber كلش small muscle fiber encircle the capillary على أيضا تكون متقطع ولكن يعني تكون يعني قليلة جدا هاي السموث muscle fiber. هذه يسموها ايش سموها؟ بري كابيلاري سفنكتر يعني قبل لا تدخل على الكابيلاري سموها بري كابيلاري سفنكتر وهذا السفنكتر كان اوبن اند كلوز ذا انترنس اوف ذا كابيلاري يعني نهايه الميتا ارتريول بذات الكابيلاري تشتغل هذه المسل فايبر كبري كابيلاري سفنكتر بامكانها ان تغلق
الكابيلاريز وبامكانها ان تفتح هذه الكابيلاريز. ليش؟ لانه هي اشتغلت كبري كابيلاري سبينكتر. The venule are larger than the arteriole and have much weaker muscular coat. احنا دائما نقول المسل وول بالفين يكون اقل والثكنس مالها والسترينث مالها يكون اقل من الارتريول. The pressure in the venules is much less than that in the arteriole. هاي يعني بديها احنا حشيناها سابقا. البريشر بالارتري يكون اعلى من الفين والمسل وول بالارتري يكون مور strong than that of the vein, so that the venule still can contract considerably despite the weak muscle. يعني هي يصير فيها contraction ولكن يعني contraction قليل. ليش؟ لأنه thickness of the muscle wall يكون less and it is weak muscle wall. Most important, the metaarterial and the precapillary sphincter are in close contact with the tissue they serve. هنا مثل ما حكينا سابقا انه الميتا ارتريول والكابيلري راح تكون قريبه جدا الى السير اللي موجوده هنا عندنا بالتشيو، حتى تكون عمليه نقل النيوتريشن والواصل برودكت تكون عمليه سهله وعمليه سريعه. Therefore, a local condition of tissue, the concentration of the nutrition and the product of metabolism, hydrogen ion and so forth can cause direct effect on the vessel in controlling local blood flow in each small tissue area. حتى يعني تفعل فعلها هذا النيوتريشن والواصل برودكت حتى تساعد نفسها على عمليه الانتقال من والى البلد. Structure of the capillary wall composed of unicellular layer. مثل ما قلنا سابقا هي single layer unicellular layer طبقه واحده من الخلايا of endothelial cell. اذا هي هاي الطبقه الواحده من الخلايا يسموها endothelial cell، يعني فقط هي سيل وحيده single layer اللي هي راح تكون لنا wall of the capillary and is surrounded by a very thin basement membrane on the outside of the capillary. اذا مثل ما حكينا سابقا عنده هذا الكابيلاري الوول مالها عباره عن خليه و single layer unicellular layer او single layer ويحيط بها هذا البيزمنت ممبرين ثين بيزمنت ممبرين surrounding of this cell layer. The total thickness of the capillary wall is only about 0.5 micrometer. فإذا هذا الثيكنس ماله تقريبا 0.5 نص مايكرومتر، يعني كلش يعني ثين. The internal diameter of the capillary الديامتر مال الكابيلاري من الداخل تقريبا 4 إلى 9 مايكرومتر barely large enough for the RBC and other blood cell to squeeze through. فاذا الدايمتر مالها تقريبا مال كابيلاري 4 على 9 وهذا يعني بالدوب انه يعني يسمح للار بي سي بالدخول وبالحركه وكذلك بالنسبه للاذر سيل عند البلد اللي هي وايت بي سي وما شابه. اذا الدايمتر مال الكابيلاري 4 على 9 وهذا يعني تقريبا يعادل اكثر بشيء بسيط من الدايمتر اوف ذا ار بي سي. ايش عندنا بعدين بهذا الكابيلاري او هذا الوول اوف ذا كابيلاري؟ ايش بيها؟ هاي مثل ما نشوف بيها لارج نمبر اوف ذا بورس، هاي الفتحات اللي موجوده بالكابيلاري ممبرين، هاي الفتحات حتى تساعدنا على خروج ودخول الالكترولايت والنيتريشن والفلويد والواست برودكت. ما عدا هاي الفتحات عندنا شانلات ايضا بين خليه وخليه، اكو عندنا شانلات، هاي الشانلات القنوات اللي ايضا تسمح بدخول وخروج النيوتريشن والواست برودكت. فاذا ايش عندنا؟ عندنا انتر سيلير كليفت از ذا ثين سليت كيرفينج شانل ذات لاي ات ذا بوتوم اوف ذا فيجر اللي هنا الصوره هاي مثل ما نشوف بتوين ادجسنت اندوثيليال سيل. فاذا عندنا هاي الشانلات موجوده ايضا ما عدا البورس حتى تسمح لنا بدخول الغذاء. The cleft normally has a uniform spacing with the width of about 6 الى 7 نانومتر واللي عادل 60 الى 70 انجستروم، slightly smaller than the diameter of an albumin protein molecule.
فاذا هذا الدايمتر مال هذا الشانلات يعني هي تكون اصغر من الدايمتر اوف ذا بروتين، حتى ما تسمح بخروج البروتين الا في حالات نادره. فاذا هاي الشانلات الدايمتر مالها احكي لك عنها بالتفاصيل، الدايمتر مالها يكون صغير جدا بحيث انه هو اقل من الدايمتر اوف ذا البومين اللي هو بروتين اللي موجود بالبلازما، حتى ما يسمح بخروج البروتين. هذا بحاله النورمال. اما اذا صار باثولوجي، اذا صار اوديما، اذا صار كذا، راح تتوسع عندنا هاي الشانلات وراح يعبر البروتين، وهذا يعني احنا نوصل الى مرحله الباثولوجي، مرحله الديزيز. اما هو بالنورمال انه هاي الدايمتر مال هاي الشانلات يعني ما تسمح بخروج الالبومين اللي هو بروتين موجود بالبلازما. Because the intercellular cleft are located only at the edge of the endothelial cell, they usually represent no more than 1 على الف of the total surface area of the capillary wall. فاذا هاي الكليفت يقول لك يعني احكي لك عنها بالتفاصيل، يعني انه هي تساوي تقريبا 1 على الف of the total surface area of the capillary، يعني خلينا نقول عددها قليل، ولكن البورس هي اللي يكون عددها هائل حتى تسمح بخروج ودخول الالكترولايت. The rate of the thermal motion of water molecule as well as most water soluble ion and small solute in is so rapid that all of these diffuse with ease between the interior and exterior of the capillaries through the slit pore, the intercellular cleft. فإذا يعني هذا الحركة thermal motion، هاي thermal motion الحركة الدائمة، اكو عندنا هذا الوتر والايونز هذه تكون في حركة دائمة، فهاي الحركة الدائمة لهذا الوتر والوتر سوليبل سبستانس تكون في حركة دائمة، هاي الحركة الدائمة ايش تساعد؟ تساعد على خروج ودخول هاي الوتر والسوليبل سبستانس اللي هي موجودة بالوتر على دخولها وخروجها عن طريق هاي البورز وعن طريق هاي الشانلات من البلازما الى خارج الكابيلري اللي هي انترستيشيال فلويد. Also present in the endothelial cell are many minute plasmalemal vesicles. Plasmalemal vesicles ايضا موجود عندنا. These form at one surface of the cell by imbibing small packet of plasma or extracellular fluid. They can then move slowly through the endothelial cell. احنا عندنا شنو؟ عندنا هذه البلازما نسميها بلازما ليفل فيزيكال، احنا عندنا هذه البلازما يعني ما عدا البورز عندنا ذولي البلازما يسمونها بلازما ليمال فيزيكال. هاي البلازما ليمال فيزيكال تتجمع مع بعضها حتى تسوي لنا هذا الشانل في بعض الاحيان، وهذا شويه تفاصيل يعني دقيقه حتى يشوفك انه شلون راح تتم عن يا طريق راح تتم عمليه الترانسبورتيشن او الترانسفيوجن اوف ذا فلويد اند فلويد سوليبل سبستانس والايونز والالكترولايت فروم ذا بلازما تو ذا انترستيشيال فلويد. It is also has been postulated that some of these vesicles coalesce to form a vesicular channel، مثل ما قلنا تتجمع حتى تكون لنا vesicular channel قنوات all the way through the endothelial cell، تتجمع مع بعض حتى تكون قناة، وهي القناة راح تساعد بمرور الالكترولايت والفلويد من والى الانترستيشال كومبارتمنت. شكرا لحسن الاصغاء والاستماع، وهذه نهاية المحاضرة الثانية، نلتقيكم ان شاء الله بالمحاضرات القادمة، في امان الله.